صيدلي يا صيدلي بدي دواء إلها وبدي دواء صيدلي. يا ليت الصيدلي بيدو دواء لكل حاجة ولكل الأمراض، ما كان في أحد تعب ولا غرب في الدنيا. بس للأسف أكيد ما مو لما أي أحد يكون تعبان أو تتعب تروح عند الصيدلي وتطلب منه أي دواء، ممكن يشكل خطر عليك على حياتك. هاي جايز، هاي بنات، هاي إيمان. أغنية كذا تسوي إموشن. عزار حبيبي البطل فنان فعلا. يا ريت الصيدلي بيدو الدواء لكل مرض، يا ريت ما كان احد تعب. هي اصلا عادة الطبيب بعدين يرسلها الى الصيدلاني. أيوه. وهو يبدا عادي يركز. بس في ناس تسوي نفسهم دكاتره من البدايه وينطلق. اول كان الامهات اللي عندهم على طول على الصيدلي زمان، يعني الاغنيه هذه مره قديمه. أيوه. عزار حبيب سنه 83، فكانوا اغلب الناس زمان يعني اتذكر كان بس لما تحكيني ماما كان انه بس يروح على الصيدلي، ما كان ممكن يتغلبوا لما يروحوا للدكتور ومشوار لطخوه عشان يروحوا للدكتور، كانت الناس تروح على طول على الصيدلي. اتوقع ما زلنا الى الان نسوي ذي الحركه. يعني انا شخصيا اخذ دواء من الدكتور اكلم الصيدلاني حقي، هذا طبعا كل الاجيال مر عليه. تعرف انه اعطاني كذا وكذا، ايش رايك فيه؟ فيقول لي ترى انتبهي في سايد افكتس ممكن يحصل لك كذا او ممكن يحصل، ويطلع كلام الصيدلاني صح. حافظ الادويه كلها او ممكن ترى في بعض الادويه تتضارب مع بعض والدواء يبطل مفعول الدواء على فكره. كثير ناس مثلا لما ياخذوا ادويه ممكن الدوائين يتضاربوا مع بعض، ايوه تفاعلهم مع بعض. يعني على سبيل المثال في ادويه ممكن مثلا لو كانت واحده بتاخذ حبوب منع حمل واخذت نوع انتي بايوتيك او نوع دواء ممكن يوقف لها مفعول الحبوب وتحمل. المشكله لما هي تاخذ من راسها، يعني ما حد يقترح عليها اصلا ولا تاخذ مثلا راي طبيب او راي حتى الصيدلاني على الاقل، يعني هو خبير في المجال من راسها كذا حبوب على كيفها تفاعلات. بس الانتبيوتيك مثلا لازم تستشيري فيه دكتور، في ناس يروحوا الصيدليه ويشتروا نفسهم انتبيوتيك وياخذوه. ترى في امريكا في ادويه مره غريبه تصرف الا الطبيب، يعني براي طبيب. أيوه. وفي ادويه اللي يسمونها يعني مثلا ان عاديه تقدرين تاخذينها من الشلف او من على الارفف. وفي ادويه لا لازم الا وصفه طبيه. وصفه طبيه صح. عموما عن موضوع الصيدلاني والادويه والحبوب بالتحديد، احنا نتكلم مشاهدينا مع اخصائي توعيه بالهيئه العامه للغذاء والدواء الاستاذ صالح العليان. اهلا وسهلا فيك. الله يحييكم يا اهلا ومرحبا. نورتنا استضافتكم الكريمه. استاذ صالح، احنا نتكلم عن الحبوب وطبعا وجودها في الصيدليات من غير طبعا وصفات طبيه تصرف احيانا والناس تروح تاخذها. لا بالغالب في الادويه مقسمه لقسمين، هي ادويه وصفيه وادويه لا وصفيه. في ادويه لا وصفيه اللي هي اوتو سي اللي هي اوفر ذا كاونتر موجوده على الرف. نعم. الأدوية الموجودة على الرف هي اللي تؤخذ بدون وصفة طبية، بقية الأدوية هي اللي لابد من وجود وصفة طبية للحصول عليها. مثل على الأدوية اللاوصفية اللي هي الباراسيتامول وهي الأدوية اللي هي المسكنة. مؤخراً أستاذ صالح قرروا أنه ممنوع تكسر الحبوب، في أنواع حبوب ممكن نكسرها ويأخذها المريض اللي هي ممكن يعني حبة ونص وحبة. الأمانة للتوضيح بس تفضل. مو كل الحبوب ممنوع كسرها، الحبوب الموجودة عليها خط في المنتصف هي حبوب قابلة للكسر. ومن اللي قرر هذا الكسر؟ الطبيب أم الصيدلاني؟ الصيدلي، الصيدلي هو اللي يكون خبرته في الدواء أكبر. بحيث إنه توزيع المادة الفعالة داخل الدواء تضمن الشركة المصنعة إنه متساوي بين الطرفين، لأنه بعض الأحيان يكون الدواء كله في جهة واحدة من جهات الأدوية. من جهة حبة الدواء عذرا. فلما تكسر الدواء قد يكون في جزء فيه دواء وجزء يكون غير فعال بالأساس. طيب دكتور، يعني لو احد مثلا كسر الحبه بشكل غلط شويه او مثلا بدل ما تصير نصين صار اكثر من النص بزياده، يعني صار بدل ما ياخذ مثلا حبه ونص اخذ حبه وربع حبه وثلاث ارباع، هل هذا ممكن يضر في صحته او ياثر على النتيجه في العلاج، نتيجه العلاج؟ على حسب الدواء طبعا، كل ما كان الثيرابيوتيك اندكس حق او الجانب او النطاق العلاجي حق الدواء ضيق فبالتالي يصير مره حساس النقطه هذه، لكن اذا كان النطاق العلاجي للدواء واسع وامانه اكبر بالعاده ما تاثر بشكل كبير، لكن احنا نوصي بشكل عام انه ما يتم قص او كسر الحبوب الا بجهاز يستخدمون الجهاز الخاص فيه ينباع في الصيدليات او مثلا في اله حاده تقصها، ما تكون قص باليدين لان اليدين غالبا ما تكون دقيقه بشكل كافي. صحيح ممكن يكسرها بشكل غلط. بالاضافه الى انه بعض الاحيان بعض الادويه المفروض ما تقص من الاساس لانها تجي طبقه حاميه واحنا نبغى الدواء يكون داخل الجسم لمده 24 ساعه ويتم افرازه خلال 24 ساعه. لما تقص هذا الدواء
اللي قاعد تسوي ان الدواء قاعد يفرز بشكل سريع وشلت الطبقه الحاميه اللي احنا نبغاها 24 ساعه يفرز الدواء، فبالتالي انت قد تقع في الاوفر دوز او انه كميه عاليه من الدواء تاخذها، فبالتالي لا سمح الله قد تعرض للسميه في بعض الحالات. يعني في خطوره من انه اذا انكسر مثلا بشكل غلط او مثلا بدون ارشادات طبيه ممكن لا سمح الله ياثر على نتيجه العلاج. بالضبط، وعشان كذا موجوده الادويه كل واحده في قصيره خاصه فيها عشان الحبه تكون سليمه وتوصل لكل مستهلك بشكل امن وسليم. نعم. لو حصل فيها كسور او شقوق او ما الى ذلك يفضل ان المستهلك او الشخص المريض ما يستخدم الحبوب بشكل كامل. طيب تختلف فعاليه الدواء لو كسرته بطريقه غير؟ على حسب الدواء. يعني بعض الادويه ما يكون مقسم الادويه فيها بشكل مناسب. نعم. يعني مثلا بعض الادويه على سبيل المثال يعني تكون اصلا كوتينج مغلفه بطبقه احنا نبغاها لمده طويله، لما انت تكسرها كذا راح ياثر بشكل كبير. احنا دائما نفضل انه ما تكسر الا الحبوب اللي موجود فيها خط في النص. وجود خط في النص أيوه. شركه الادويه المصنعه لها تضمن انه متساويه بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى بالتساوي المدى الفعال، فبالتالي لو فيها 500 ملغ من المدى الفعاله اليمين موجود 250 وعلى اليسار موجود 250. دكتور تقول مادة فعالة ومادة غير فعالة، ليش حبة صغيرة فيها مواد غير فعالة أصلاً؟ يعني هي المفروض في الحبة هذه ياخذها تأثر على وات ايفر يعني المرض اللي يحتاج له. جميل، بس أنتِ مثلاً نتخيل معنى أنه بعض الأحيان أنتِ تحتاجي مايكرو واحد من الدواء مثلاً. أنا لو بعطيك مايكرو واحد في حبة في قرص راح يكون حجم جداً ضئيل يمكن ما تضمن دخوله بشكل سليم للجسم. فإحنا أحياناً نحتاج أن نحط مادة غير فعالة مع الدواء عشان يسهل عملية البلع. ثانيا قد يكون الماده الغير فعاله موجوده لاخفاء الطعم، قد يكون بعض الادويه مثل الباراسيتامول طعم فيها مراره جداً. صحيح نعم ايوه، فالماده الغير فعاله هذا لاخفاء الطعم فلها. طيب. دكتور نا بين يعني بين تصنيع الادويه محليا او حتى على مستوى الشرق الاوسط والتصنيع الخارجي، ليش احيانا يقول لك هذا دواء اثر فيني افضل مثلا لو اخذته من اي دوله ثانيه وهذا الدواء لا يعني تاثيره اقل؟ احنا لازم بعد ما ننسى ونهمل الجانب النفسي مثل بعض هذه الامور، غالبا يكون الجانب النفسي له دور كبير. حب الشعر الاشقر. لكن الهيئه العامه للغذاء والدواء تضمن دائما انه المستحضر اللي صنع سواء كان في السعوديه او خارج السعوديه، الهيئه ما توافق على تسجيله الا بعد وقوع عده تجارب. وعلى التاكد من جوده هذا الدواء وهذا المستحضر. طيب. اذا تم التاكد من ذلك يتم الفسح والموافقه على هذا الدواء، فبالتالي كل الادويه اللي تحمل الاسم العلمي الواحد تضمن الهيئه انها تحتوي على نفس الفاعليه والكفاءه. دكتور بعض الحبوب ممكن يسوي لها سماشنج او تطحن ولها اجهزه خاصه للطحن، ايش فرقها عن الحبوب يعني لازم تطحن وبعدين تنأخذ؟ الحبوب اللي تطحن هذه لازم بعد تعليمات الصيدلي. نعم. اما الحبوب اللي ما تطحن غالبا كل الحبوب ما تطحن الا الحبوب اللي وصى عليها الطبيب او الصيدلي انك تطحنها. طيب في بعض المرضى اللي مثلا في حاله سريريه ما تسمح لهم بالبلع اللي عندهم مثلا تريكس او هذه ياخذها من البيك تيوب، وهذول كثيرين اللي عندهم حالات مرضيه معينه. هذه تختلف لانه بعض الاحيان على حسب الحاله، هذه مثلا دائما تكون داخل المستشفيات، بعض الاحيان تعطى عن طريق الوريد، والادويه هناك لها تركيزات مختلفه، والتحضير حتى الشلف لايف حقها او انه نسميه انه مجرد ما تطحن الحبه او تكسرها لها فتره معينه تتلف. فالتحضير حقها لما يكون في المستشفى يكون سريع ويعطى عن طريق الوريد بشكل سريع جدا. لكن انت لما تطحنها حتى الحبوب بشكل عام لما تكسرها حتى القابله للكسر منها المفروض تكسرها قبل الاستخدام مباشره، ما تكسرها وتخزنها عندك. دكتور صالح ايش الخطط اللي ناويين تعملوها للتوعيه في هذا الجانب تحديدا؟ ايش الخطط المستقبليه؟ احنا انشانا انفوجرافكس وانشرناه من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر وبرضه موجود على موقع الهيئه، ونوصل دائما المستهلكين انهم يدخلون على قسم توعية المستهلك في موقع الهيئه العامه للغذاء والدواء، لانه موجود فيها معلومات اكثر واكثر اثراء من الناحيه الدوائيه. يعني على سبيل المثال من المعلومات المهمه هو تاريخ صلاحيه الادويه بعد الفتح، وهذا التاريخ كثير من الناس يجهلونه ويعتقدون فقط تاريخ الصلاحيه الموجود على الحبوبه، لا في تاريخ الصلاحيه بعد الفتح. كثير مننا ينسى دواء الكحه داخل الثلاجه وتمر عليه اجيال، وهذا خطا كبير مثلا كثير مننا يقع فيه. لكن هو بعد الفتح مثلا له فتره معينه يقدرون يرجعون لها من خلال الانفوجرافكس الموجوده في موقع الهيئه العامه للغذاء والدواء. حفظ الادويه في الثلاجات دكتور تنصح فيه او ما تنصح فيه؟
بعض الشراب او بعض المعدنيه. هو على حسب، المفروض ان ترجع للنشره الموجوده داخل الدواء، اذا هي موجوده تحفظ في الثلاجه فيفضل تحفظها في الثلاجه، اذا في الروم تمبرتشر لازم تكون درجه حراره الغرفه. حر الرياض، حرام عليك رياض، حر اي روم تمبرتشر اللي حتطلع معانا 50 انا 70. هذه لو بكمل جملتي بس بقول لك انه لابد ان تكون درجه حراره الغرفه اقل من 30 درجه مئويه. اذا انت تضمن ان درجه حراره الغرفه 30 درجه مئويه او اقل فهو ضامن انه سلامه الدواء حفظه داخل الغرفه. طيب دكتور، مؤخرا وافقت هيئه الدواء والغذاء على انه يكون في ادويه التركيبه حقتها تكون فيها اعشاب، او بمعنى اصح كامله من الاعشاب. انت بايش تنصح وايش تشوف افضل تاثير الادويه اللي فيها يعني تركيبتها كيماويه كامله او تدخل في تركيبها النوع الكيماوي اكثر، ام الثاني النوع الثاني اللي هو يكون فيه من الاعشاب؟ الادويه المستحضرات العشبيه بشكل عام، احنا عندنا قسم خاص بالمستحضرات العشبيه في الهيئه العامه للغذاء والدواء. ادعاءاتها العلاجيه الاغلب منها غير مثبت، يعني ما في اثبات، ما يسجل عليها ادعاء طبي المستحضرات، لما يسجل عليها ادعاء طبي تكون دواء، فلما تكون دواء لابد لها من اختبارات سريريه، وغالبا الادويه هي الكيميائيه. معظم الحالات العلاجيه ومعظم الامراض ما مو موجود لها علاج عشبي، فبالتالي لازم نبقى على العلاج الكيميائي غالبا. نعم. شكرا دكتور صالح العليان، يعطيك العافيه. مين عندها في البيت صيدلانية كذا متخصصة بس ماما. طبعا من غير خلفية ماما أكاديمية ماما. هي دائما الأم صيدلية، أكثر صيدلية متحركة شفتها في حياتي فعليا. ايش توزع الوالده كانت؟ طيب اوكي، احنا عندنا ماما عندها هوس فعليا بالادويه، يمكن الموضوع متوارث لانه جد الله يرحمه برضه كان عنده هوس في الادويه. فماما يوزعها ولا ياخذها؟ يوزعها وياخذها. فماما عندها بوكس موجود في الشنطه في كل مكان وفي كل زمان، تمشي وتوزع ادويه، تمشي وتعطي ادويه. حبيبي الله يعطيها العافيه، خايفه على الناس. اي احد مصدع، انا عندي دواء تفتح، اوكي معدتي تتعورني، اوكي انا عندي دواء تفتح وتعطي، فيتامين ناقصك تعطيكي، كل حاجه. ماما صدريه شريره انت، غزلت غريب منها. هذا ذيس از فيري نايس اوف هير، يعني شيء حلو منها. ترى انا عندي صيدليه، انا عندي، عشان زوجي دكتور فطبيعي انه يكون عندي صيدليه في البيت، مع انه زوجي اي حاجه اي حاجه، ظهري يعورني بنادول، راسي يعورني بنادول، اي شيء في الحياه ايوه خلاص. يعني من جد دكتور، لانه اغلب الدكاتره كذا ما تاخذي اي ادويه. بس عندنا ماما فعلا، ماما عندها هوس في الادويه، ودائما الخلاف بينها وبين بابا على الموضوع ده، انه بدا ياثر عليها سلبيا من كثر ما بتاخذ ادويه، فصارت معدتها بتتعب. فماما صيدليه متحركه. الله يعينك الحين لما ترجعين على البيت. الله يعينك، جود لك يعني غزل اليوم. طبعا احنا عندنا كثير من الموضوعات وايضا طبيه بعد الفاصل، تابعونا. يا صيدلي بدي